لكن الهلال لو لاحظت عليه انه يعني لعب التشكيله اللي لعب بها تقريبا يمكن ما فيه انسجام، او يعني كل اغلبهم جداد، حتى عناصر المنتخب اللي جو ما اخذ الوقت الكافي انهم ينسجموا. معنا سنه مثلا فوفانا في حراسه المرمى، عيسى والطيب عبد الرازق وفيدينهو ويمورو في الدفاع، وصلاح عادل وسيمون وجاجون في الوسط، ليبي وحمد عبد الرحمن والشعلة مهاجمين، 4-3-3. ده التنظيم اللي لعبه فلوران في حيث مباراة الزحاف هي مباراة أسيوبيا هناك. اسيوبيا اللي خسرت. التنظيم ده ما مناسب لمباراة خارج الديار، 4-3-3 لازم كان يأمن ورا أكتر شيء محاور اثنين في وش الدفاع، بحيث انه يعني 4-4-2 يمكن كانت تكون أنسب من 4-3-3، بحيث انه لازم يكون عندك اثنين ارتكاز قدام الدفاع، بحيث انه تغطي المنطقة، بالذات في ظل انه نحن لسه الهلال الى الآن المعضلة الأزلية التمركز الدفاعي غلط الى يعني الآن. المنظومة الدفاعية الى بشكل الآن ايوه الرصة الدفاعية ما بيعرفوا يقفوا الى الآن، حتى اللي بيجوا جداد ما عارف يعني هل من الأجهزة الفنية المتعاقبة أم من الفكرة الكروي بتاع اللاعب اللي بيجي يلعب في دفاع الهلال. حتى في أجوان بالكربون، يعني الليلة بغض النظر الحارس صد الكورة جوه الملعب أو بره الملعب، نعم المدافع هو القدام مش المهاجم، المدافع بيكون دائما قدام المهاجم، ليه المهاجم يجي من وراك ويستثمر ردة الحارس؟ انت الليله كمدافع لازم تكون متوقع، لازم تكون عندك ردة فعل، لازم يكون عندك حضور ذهني بحيث تتصرف تصرف الصح لما الكوره ترتد، بغض النظر عن انه شال بيده، لكن هو وصل للكوره قبلك كمهاجم اللي المفروض وراك وانت قدامه، وصل للكوره قبلك وشاله وجاب احرز من هذا. حتى الكره العكسيه يعني الهدف انت الاول بتحمل الدفاع اثر من الحارس، خطا الهدف اللالي، خطا الهدف اللي احرزه جاسان جورج في الهلال.